6 كيلومتر. طبعا المكون هو صاروخ. تسطير برنامج يتضمن عددا متنوعا من النشاطات الإعلامية الموجهة للجمهور ووسائل الإعلام الوطنية بهدف التعريف بمهام قواتنا المسلحة ودورها الريادي والحاسم في الدفاع على حرمة وسيادة الوطن من جهة، وكذا تقوية وتعزيز الرابطة جيش أمة من جهة أخرى. قمنا اليوم بزيارة هذه المؤسسة التكوينية وتلقينا مختلف الشروحات المقدمة من طرف الإطارات هذه المؤسسة، وتعرفنا كذلك على بعض الأسلحة المستعملة والشروط للانخراط بالجيش الوطني الشعبي.